ولكن يا ابو حميد زي ما انفردنا تم حسم موضوع سامي قمصان نهائيا انه موجود في الجهاز. صح، احنا انفردنا وقلنا ان سامي قمصان موجود، وانفردنا وقلنا كابتن سيد عبد الحفيظ موجود على عكس ما كان يردد البعض، وقلنا ان يانكو ميشيل هيرجع كمدرب لحراس المرمى وقدمته. مع الابقاء على كابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكوره. بالفعل. ولكن ما يقال ان ممكن وليد سليمان يبقى في الجهاز ده كلام عالي تماما من الصحه، لان وليد هيبدا بالتدريج من تحت في الجهاز الاداري. ده صح يا عبد الناصر، بالفعل ما فيش الكلام ده تماما. لاكتساب الخبرات يعني. جهاز كده زي ما احنا قلنا كولر هيبقى موجود كمدير فني مع ثلاث مساعدين، مدرب ومدرب احمال ومحلل اداء، يعني كولر مع ثلاث مساعدين، مدرب بالاضافه لسامي قمصان طبعا، ومدرب احمال ومعاه كمان محلل اداء، بالاضافه زي ما احنا قلنا ليانكو ميشيل موجود كمدرب حراس المرمى. النادي الاهلي هيعلن او هيقدم هيقدم كولر لوسائل الاعلام العقد بالمناسبه لمده موسمين. عقد كولر مع النادي الاهلي لمده موسمين، هيجتمع يوم الاحد مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لمناقشه الفتره القادمه الامور هتمشي ازاي. والمؤتمر الصحفي هيبقى الاثنين. يوم الاثنين الساعه 1 ظهرا النادي الاهلي هيعمل مؤتمر صحفي لتقديم مارسيل كولر لوسائل الاعلام ولكل الجماهير يوم الاثنين في 1 ظهرا. هو 61 عام، يمكن احنا قلنا ان النادي الاهلي يعني بيبعد شويه عن الاعمار السنيه الصغيره، عايز مدير فني خبره فاز ببطولات كثيره، قادر على العمل تحت ضغوطات ويتحمل الضغوطات، يتحمل ضغط الاعلام والتعامل مع الجمهور بشكل مميز. يعني الاهلي وجد ضالته في كولر، نتمنى له بقى التوفيق ونتمنى له مع التدعيمات اللي النادي الاهلي بيعملها وعوده اللاعبين والراحه السلبيه اللي خدها لاعبي النادي الاهلي لاول مره من 3 سنين، كل دي عوامل تخلي الامور تبقى احسن واحسن. النهارده كمان من ضمن الامور الفنيه يعني واللي الاهلي بيتحرك فيها تدعيم الفريق من الصفقات، فالنهارده برضه خلينا نتكلم ان الاهلي يقترب بشده من ضم فايز سليماني. يعني فايز سليماني كان من ضمن الناس كتير بتتكلم عنها ومرشح للانتقال في النادي الاهلي. فايز سليماني الكندي يمكن اقترب بشده من التعاقد معاه، واعتقد ان صفقه كويسه جدا لانه لعب في العديد من الانديه الفرنسيه ولعب في العديد من الانديه الاوروبيه، فالاهلي بيقترب جدا مع فايز سليماني. زي ما قلنا كمان الاهلي قطع اعاره محمد مغربي وهيرجع، والنادي الاهلي بيرجع للتدريبات كلها باذن الله يوم الاحد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا ابو حميد.